حينما نتحدث عن هذه الرياضة فإننا نعني المغامرة بمعنى الكلمة. الطيران الشراعي رياضة التحليق في الأجواء بواسطة أصغر فريق ممكن من طيار وملاح على الأرض. في مطلع الثمانينات بدأت هذه الرياضة برجل يدعى الكابتن محمد المقالح، الذي ناضل بجهود ذاتية خلال سنوات من الإقلاع المتكرر في أكثر من منطقة يمنية بطيران شراعي باعتماد الدفع الهوائي والرياح. كابتن ماجد طبعا شاب طموح ويريد أن يطور هذه الرياضة، ويريد أن يكون هناك فريق لليمن والاتحاد، ووجودنا اليوم كان نتيجة اهتمام ماجد بأن نلتقي ونشكل فريق ونعيد الرياضة هذه ونحيا من جديد لأنها توقفت فترة. ثم جاء طيار شراعي آخر يحمل معه التجديد في نوع الطيران الشراعي وأدواته، الكابتن ماجد المبنن، الذي قام بعدة إقلاعات بطائرته الشراعية والمزودة بمحرك وبما يسمى بالمارموتور. لتبقى آمال الجميع في أن يكون هناك اتحاد رياضي للطيران الشراعي اليمني، أو على الأقل تأسيس ناد أو مدرسة لتعليم وتدريب فنون وأساليب هذه الرياضة.